سي عبد العلي، كنهنيكم على نجاح الدوره على المستوى التنظيمي وعلى المستوى النتائج التقنيه اللي صفرت عليها. وبالنسبه لنا كنشوفوا كانت مشاركه واسعه، بالاضافه الى مشاركه فئويه لمجموعه الفئات، سواء في صغار صغيرات فتيان شبان الى اخره وكبيرات. بالنسبه لكم انتم كيفاش كتقيموا الدوره هذه على المستوى التقني وعلى المستوى التنظيمي الى اخره؟ السلام عليكم، اشكركم على الحضور ديالكم على التغطيه المتميزه لهذا الحدث لاول مره حتى ما عرفناش في سن الملاكمه. كما كتعرفوا انه صرف الملاكمه رياضه عريقه، وسعينا اننا ننظموا هذا المهرجان هذا او هذه النسخه الاولى من استعدادات الدوري الجهوي بجماعة العمرة للعالم القروي، باش اننا نحاولوا نشروا هذه الرياضه، هذه الثقافه ديال الرياضه اللي كان تحت عنوان ملاكمه للجميع للعالم القروي. كما كنعرفوا ان العالم القروي كيسرق واحد المواهب وواحد الطاقه شابه، كنحاولوا اننا نستثمروها في هذه الرياضه. وهذه الدوله الاستعداديه كانت تحت الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه وجهه طنجه تطوان للحسين. الحمد لله كانت واحد النتائج زياده، لما اللي ماشي مهم هو الربح، يعني كامل الربحين سواء اننا خسرنا او لا الدراري خسروا او ربحوا، يعني في الاخر كتبقى كرياضه والخساره والربح وارد فيها، يعني في الاخير النتيجه الاخيره كما قلت اننا كامل الربحين، وحاولنا اننا نزرعوا في الممارسين حتى الناس اللي كيتفرجوا اننا يمارسوا الرياضه خصوصا رياضات الملاكمة. وفي الاخير كنشكروا مندوب الشباب والرياضه، رئيس عصبة جهه طنجه التطوير للملاكمه، المدير مركز السوسيو الرياضي، والجمهور اللي نجح الدوره هذه بامتياز، اللي بلا به ما كناش اننا ننجحوا. وكنشكر جميع الاخوان اللي قاموا بالمساعده ديالي. بالاضافه الى ذلك كانت المشاركه ايجابيه لنمور العوامره اللي الحمد لله. نمور العوامره في فتره وجيزه اننا كنا حققنا واحد تاهلنا بطوله المغرب تقريبا جميع الاصناف، وكانت اول مشاركه، وهذا كنعتبرو حنا بحد ذاته نجاح، لان اول مشاركه في سلف الملاكمه. باقي ان شاء الله غادي نخدموا على بزاف ديال الحوايج، ان شاء الله تكون النتائج متميزه، وجماعه العمره انها تعرف في هذه الصفه اللي هي الملاكمه، ونأكدوا اننا العالم القروي فيه المواهب، وبالخصوص الفتيات، يعني كما كنعرفوا ان الفتيات القرويه باش انها تمارس واحد الرياضه كرياضه الملاكمه صعيب باش انك تدخل لها الثقافه هذه، ولكن الحمد لله حنا غادي شويه بشويه كنرسخوا هذه الثقافه ديال ممارسه الملاكمه خصوصا في صف النساء او الفتيات. نعم، يتوفر النادي يعني هذه البنيه التحتيه على مستوى يعني الحلبة، لاحظنا على مستوى الحلبة كان في مستوى، بالإضافة إلى الفضاء يعني ديال السوسيو رياضي. أكيد أنه السوسيو رياضي ينجح، يعني واش واجهتكم شي صعوبات على مستوى التنظيم أو؟ بصراحة التنظيم كان في مستوى بمساعدة بعض الإخوان والتلامذة اللي كان حيهم عند الله المرادي اللي وقفوا معنا واحد الوقفة ديال رجل واحد، حاولنا أننا نخرجوا بواحد التنظيم اللي متميز اللي يشكروا الجميع. وبالنسبه للفضاء كما كتعرفوا ان النادي السوسيو الرياضي والشبيبه والرياضه فتح لنا هذا المكتب القاعه هذه وهذا الفضاء هذا اللي كنمارسوا فيه بكل صراحه بكل حريه، وباش اننا نحققوا واحد النتائج مزيانه، يعني المدير السوسيو الرياضي كيوفر لنا كل شيء مع مساعده مع المندوب، هذا الشيء اللي خلانا اننا نحققوا واحد النتائج، لاننا كنحتاجوا القاعه في الصباح باش اننا نوجدوا البطولات، نلقاوها في وسط النهار في العطل. يعني هذا هو اللي بغيت نسولك على التطلعات النادي، يعني ان هذه الرياضه بتنميه الرياضه وبالاخص بجامعه العوامره، يعني التطلعات ديالكم في المستقبل في مستوى تنميه هذه الرياضه. صراحه شخصيا او لو عندنا واحد الحلم هو ان تحقيق بطوله المغرب في الملاكمه، غادي به بواحد خطوات صغارين ما مزروبينش، ولكن ان شاء الله غادي نحقق اول بطوله المغرب انها تكون في ديال جماعة العمرة، وهذا هو حلم ان شاء الله غادي يكون مساعد للجميع والدراري
وكل المجهودات وكل شيء ان شاء الله غادي نوصلوا واحد هذا الهدف هذا اللي رسمي له ماشي اليوم ماشي غدا ولكن الله اعلم ولكن غادي نحققوا ان شاء الله. هو الخدمه ديال النادي على مستوى تنميه الممارسه ديال الرياضه يعني فين وصلتوا يعني في مستوى تنميه الرياضه على مستوى النادي؟ والحمد لله حنا غادي في المواصله يعني في الاول كنا غادي واحد عراقيل ماشي عراقيل ولكن اننا باش انك تسخ رياضه الثقافه الملاكمه واحد موحد يعني كتكون شويه صعيب خصوصا بالعالم القرب يعني الرياضه كتكون كتمتاز بواحد ماشي عنف ولكن في ان في واحد الضربات وهذه مهم ان بعض الاخوان انا كيشوفوها عنف ولكن الممارس ما كيشوفوش عنف بالعكس حيت انه كيكون حاول انه كيترين عليها وهذه انه ما كيجيش اي واحد يلعب هذه الرياضه انه كيكون تريني درب ومارس الرياضه انه كيمارس نعم هذه المباراة هذه كانت استعدادية يعني واش كاين شي محطات قادمة سواء جهوية ووطنية ودولية؟ أكيد كدير بطولة تجي استعدادية كل أسبوع بعض المرات كل مرة في الشهر باش أن دير الأبطال أن توجدهم سواء بدنيا أو تقنيا أو نفسيا باش أنه من يطلعوا البطولة المغرب يعني كيكونوا واجدين وأنه باش أنهم يحققوا واحد النتائج مزيانة مع أبطال العصر الأخرى وهذا هو الدور اللي كنشد ليه رئيس العصبه جهه طنجة. نعم وشفنا الحضور ديال الاسر اللي كيدعموا بنا اولادهم يعني وكيبغيو يساعدوهم يعني باش ينميوا المسار الرياضي ديالهم يعني كيفاش شفتوا انتم هذا الاسره في تنميه الرياضه؟ هذا هو المبتغى يعني انك باش كتشوف بنيتك في العالم القروي الدري الصغير انه الام ديالو الاصحاب ديالو كيساندو هذه مثلا كنقولوا حنا سابقه ماشي سابقه في العالم القروي يعني انا باش نديروا الحدث هذا بهذا المستوى وبهذا التنظيم صراحه انا يعني كنت عيو طرف في هذا الشيء يعني بعض الاخوان وكما قلت كنعاود ونكرر اني كنحيي التلامذه يعني اللي كانوا واقفين معايا يعني صراحه الى بلا بيهم يعني ما كناش غادي ننشعوا هذا النشاط هذا وبعض الاخوان اللي شارك منهم رئيس الجامعه اللي وفر لنا الناقه وفر لنا بعض الاسعافات المهم بعض الاخوان تعاونوا معنا صراحه سواء نفسيا او لا مثلا تعاونوا معنا ماديا بطريقه اخرى والحمد لله نشكرهم. احنا ما واكبناش يعني بصراحه ما واكبناش الانشطه ديالكم السابقه ولكن من جهه النادي لقيت هناك اطور هناك عده دورات تدريبيه عملتوها اضافه الى كاين اطور واخص الدور ديال المدرب اعتقد كما قلتي حنايا المدرب حققنا سبعه رتب بطوله شيعويه وطلعنا بالرتب سبعه بنا سبعه دراري اقصائيات في جميع اصناف الملاكمه اقصائيات بطولات المغرب احنا كما قلنا في جامعه العمران مازال ما كاينش واحد التغطيه المهمه الاعلاميه لهذه الرياضه ولكن بهذا الحدث هذا احنا كنحاولوا اننا ننشروها والحمد لله كما شفنا عاوتاني في الصباح كان عندنا مدرب الكوبا ودوز الدراري تدريب دولي تدريب من خابر الكوبي مدرب الكوبي يعني هذه سابقه والحمد لله غادي خطوه خطوه ان شاء الله يكون خير. شكرا سي عبد العلي البقالي مدرب جمعيه نمور العوامره الكيك بوكسينغ و جمعيه نمور المويتاي للملاكمه.